نجرب مع بعض النهاردة 9 أشكال و9 أطعم من الجيلي القمر اللي نازل جديد، اللي مغرق السوق وكل الناس بتتكلم عنه. حضرت فيديوهات كتير، أكتر حد عامل ريفيو عن 4 أو 5 بالكتير. أنا جبت لكم 9، وفي منه لبان وفي منه جيلي. ده جيلي، التسعة كلهم جيلي. الواحدة بتتباع ب5 جنيه. هنجرب مع بعض وهنشوف طعم كل واحدة، بس تقدروني وتحطوا لايك للفيديو. اول حاجة هنجربها، بصوا شكلها عامل ازاي، شكل فراولة. هنفتحها من جوه مع بعض. بصوا يا جماعة، هي من جوه اللي اكتشفته ان يعني بتبقى سادة كده، والرسومات بتبقى على العلبة بس. انا كنت متخيلة ان الجيلي من جوه مرسوم زي الفراولة، بس هو مش مرسوم للأسف، ده هو جيلي بس. يلا نجرب. بصوا يا جماعه، هي من جوه فيها جيلي كده، هي الحته الصغيره دي طعمها جيلي. بصوا في لذعه كده تحفه، يعني عجبتني قوي، بس هي ملهاش علاقه بالفراوله، يعني انا ما لقيتش طعمها فراوله، تمام، بس هي طعمها لذيذ. بصوا في بطيخ، دي تاني واحده، تعال نفتحها مع بعض ونشوف شكلها برضو من جوه، هل مرسومه ولا ساده زي دي. برضو يا جماعه، الرسمه على الورقه بس اهي، من جوه سادة بس ريحتها قمر. من اول ما فتحتها ريحتها بطيخ تحفة، زي ترايدنت بطيخ كده. تعال نجربها. بصوا خطيرة، دي عجبتني قوي 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 قوي. دي اديها 7 من 10، دي اديها 10 من 10، لانها حتى مش لاذعة، يعني طعمها جميل. دي فيها مزازة كده، دي ما فيهاش مزازة. تعالوا نجرب اللي هي عاملة زي سندوتشات دي او كده، يعني بصوا ده شكلها من جوه، هي بعيدة عن بعض، يعني هي مش سندوتش بس احنا هنعتبره سندوتش، وهناخد قطمة من الثلاث الوان مع بعض. بصوا هي كالوان وشكل حلوة، بس للأمانة ما حبيتهاش خالص، اديها 2 من 10. تمام، بصوا الكرة الأرضية دي، تعالوا نجربها. برضو يا جماعة، هي الرسمة مجرد على العلبة من برة، هي بتبقى سادة من جوة. بصوا دي فيها جيلي أكتر، ملهاش ريحة، فيها لذعة زي الفراولة. اديها 5 من 10. لحد الان اللي عجبتني قوي البطيخة، والبطيخة اللي هي خضرة كده من بره، لان بصوا في 2. تعالوا نجرب اللي هي عاملة زي الليمونة دي، او بصوا برضو الرسمة موجودة من بره، بس هي من جوه عاملة كده، ريحتها حاجة مش لطيفة بصراحة. دي من جوه طعمها زي المانجا، طلعت مانجا، عجبتني قوي، اديها 9 من 10. تعالوا نجرب دي، دي عاملة زي الكرة، كرة اللي هي باسكت بول، من جوه برضو سادة، والرسمة على العلبة، فتقريبا كده كلهم سادة. ملهاش ريحة، طعمها زي دي بالظبط، فدي زي دي بس المانجا افضل، يعني ده طعم المانجا في دي اظهر من دي شوية، بس نفس يعني مقاربة خالص. تعال نجرب العين اللي هي اصلا شكلها يرعب. لسه قايله لكم ان تقريبا كلهم مش مرسومين الا دي، طلعت مرسومة، العين موجودة. بعد ما فقدت الامل ربنا رضاني. طعمها جميل جدا، دي بقى اديها 9 ونص، مش عارفة طعمها ايه بس فاكهة يعني. تعالوا نجرب الدبدوب ده، وبعد كده نجرب البطيخة دي. دي برضو سادة، ملهاش ريحة، دي من جوه
طعمها زفت بصراحة، انا اسفة، هي حاجة مزعجة لذعة، ممكن غيري يحبها بس انا محبتهاش. تعالوا نجرب اخر واحدة اللي هي البطيخة دي، دي برضو ريحتها بطيخ قوي، دي شكلها من جوه، تانية كانت بيضة وجوه اخضر، دي اخضر وجوه احمر، الاتنين دول احلى اتنين بجد، خطار خطار خطار، لو انتوا حابين تجربوهم تحفة. بس كده وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك، هتوحشوني جدا، باي باي.